ها هم القادة الموارنة يجتمعون تحت قبة بكركي مجددا برعاية البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في لقاء هو الثاني ضمهم والنواب الموارنة بعد نحو 4 أشهر. رئيس تيار المرد النائب سليمان الفرنجي كان أول الواصلين، تلاه رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشيل عون، فرئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، ورئيس حزب الكتائب اللبنانية الرئيس أمين الجميل. وغاب عن اللقاء النواب سريدة جعجع ودوري شمعون، وكذلك النائب فؤاد السعد بداعي السفر، وسليم سلهب الذي اعتذر لأسباب صحية، بينما حضر عدد من الخبراء وأصحاب الاختصاص. وقد شارك في اللقاء للمرة الأولى ممثل عن المجلس الوطني لثورة الأرز. المادة الرئيسية على طاولة البحث كانت قانون الانتخاب الذي يعكس التمثيل الأنسب للمسيحيين ويشكل تفاهما فيما بينهم على مشروع قانون موحد يتبنونه ويتوافقون عليه. فاستمع الجميع إلى الاقتراحات والدراسات التي عرضتها اللجنة الرباعية المكلفة البحث في قانون الانتخاب، وتضمن العرض شرحا تفصيليا لحسنات وسيئات كل قانون. وعلمت الام تي في ان الدكتور جعجع والرئيس الجميل ايدا الاقتراح الارثوذكسي، والذي يقول بانتخاب كل نائب من قبل طائفته، لكن عون تحفظ عنه، وكذلك فعل فرنجي الذي قال ان هذا الاقتراح يضر بالسلم الاهلي. وتطرق البحث ايضا داخل الاجتماع الى القانون المسمى One Man One Vote، اي ان كل ناخب يعطي صوته لنائب واحد فقط وغيره من القوانين. وفي سياق منفصل علمت الان تي في ان النائب نديم الجميل طلب من البطريرك الراعي توضيح مواقفه الاخيره التي شكلت ارباكا للمسيحيين، فوعده بذلك في ختام الجلسه، فيما سار عن نائب فرنجي إلى تصويب الكلام بالقول إن جزءا من المسيحيين شعر بإرباك نتيجة كلام البطريرك وليس المسيحيين جميعا. المناقشات استمرت نحو 4 ساعات، صدر بعدها بيان عن المجتمعين انتظره الصحفيون خارجا لساعات تحت أمطار أيلول الغزيرة، في وقت لم يسمح لهم بالدخول إلى القاعة لتلمس الأجواء من الحاضرين أو من خلال قراءة سريعة لوجوههم. لكن البيان تحدث عن أجواء مريحة رافقت اللقاء الذي اتفق على استكماله. خاض المجتمعون في نقاش اتسم بالإيجابية والأفكار الغنية والبحث العميق، واتفقوا على أن تتابع اللجنة الرباعية عملها لتعميق وبلورة ما جرى مناقشته والتنسيق مع القوى السياسية توصلا إلى قانون انتخابات يؤمن الميثاقية والمناصفة. إن المسيحيين المؤمنين بالدولة اللبنانية ومؤسساتها يعتبرون أن قانون الانتخابات هو المدخل الصحيح والأساسي لتفعيل الدور المسيحي وبناء شراكة حقيقية مبنية على المناصفة الفعلية تعيد التوازن إلى مؤسسات الدولة، ما يؤدي إلى تعزيز العيش المشترك بين مختلف المكونات اللبنانية. والإيجابية نفسها تحدث عنها أيضا المشاركون. شو ما كان القانون من ناحيتنا كقوات لبنانية بناسبنا، بس هلا عم نفتش على القانون الأنسب للمسيحيين ككل، للبنانيين ككل. أكيد كل واحد عنده ميل وعنده أفكار، ولكن من بعد ما يسمع الآخرين كل واحد يبقى عنده تحفظات وعنده أفكار جديدة. هذا هيني مرحلة الدراسة. أنا مع مشروع One Man One Vote، مش عم نفتش مين بيجيب نواب أكتر ومين بيجيب أقل، عم نفتش حول مستقبل البلد. نحن حابين أنه نترك المجال للتوافق، مش هيك ما حبينا ناخذ موقف مسبق بأي طرح. الحاضرون إذن اتفقوا على لقاءات أخرى، وعلمت الام تي في أن مسألة توسيع اللقاء لضم جميع المسيحيين وليس فقط الموارنة منهم طرحت، ويبدو أن الحاضرين وبحسب المصادر المشاركة في الاجتماع لم يسقطوا من حساباتهم احتمال العودة إلى قانون 60 الذي خيضت على أساسه الانتخابات النيابية الأخيرة. البطريرك الراعي أصر وبحسب مصادر المجتمعين للأم تي في على توضيح تصريحاته الأخيرة، فأكد أن موقفه من السلاح والمقاومة واضح ومعروف، وأنه لم يبرر هذا السلاح خلال زيارته باريس، بل كان ينقل وجهة نظر حزب الله من الموضوع. وقال للمجتمعين يجب العمل على نزع ذرائع ومسببات هذا السلاح، ملمحا إلى أنه لا يمكن الدمج بين هذا السلاح والعمل السياسي. من بكركي، جويس عائي
MTV.